مرة فاتت وصلنا عند العوامل affecting communication أو factor that influence communications. عندنا بعض العوامل صفحة 69. العوامل بتأثر على الاتصال والتواصل. في أول حاجة perception. perception ترجمة الحرفية تصورات معناتها، بس هي هنا معناته الإدراك، الفهم يعني، الإحساس كمان تيجي. تمام؟ يعني أنت فعليا حسب ما فهمت المعنى، حسب ما مشاعرك، تمام، بتأثر على طريقة التواصل تبعك. تمام؟ هذه أحد العوامل بتأثر. في إن الفاليوز، القيم، القيم برضو اللي بتحلى فيها ممكن السندر وممكن الرسيفر. الباك جراوند، خلفيات. تمام؟ يعني إذا كانت عندك خلفية عملية مثلا، فأنت غالبا إذا جبت لك شغلات عملية فعليا بتفهم فيها أكثر من أشياء نظرية مثلا. knowledge، المعرفة. بالضبط، كل ما كان الإنسان عنده معرفة أكثر كل ما كانت عملية الاتصال والتواصل بتكون أسهل بكثير. roles and relationships، مش قواعد، الرولز هنا دور معناتها. الار يو معناتها قانون، لا هذه ار او معناتها دور، دورك يعني دورك في التسلسل الوظيفي وين. يعني اذا كنت مثلا رئيس مثلا قسم معين، طريقتك في الاتصال والتواصل بتفرق بين مثلا اثنين موظفين عاديين نفس الدرجه. تمام؟ يعني مكانك، وظيفتك، دورك، تمام، بديك سلطه في الايش، في الاتصال والتواصل. تمام؟ طبعا تفرق طبعا بين مثلا لما تكون تتكلم بينك وبين زميلك او تتكلم بينك وبين مسؤولك، صح ولا لا؟ تفرق كثير. خلينا على شيء ثاني، بينك وبين اخوك وبينك وبين ابوك مثلا، والديتك. تمام؟ الاتصال والتواصل بيختلف بين الاثنين، طريقه التواصل، طريقتك لتقبل الاوامر مثلا من ابوك فيش مشكله بتقبل عادي. تمام؟ لكن من اخوك تيجي تقول له على كل حاجه مثلا، مثلا احنا مش مفروض تكون الشغله هذه. فعشان هيك دورك في العيلة أو دورك أو مكانك بالضبط في العيلة أو في مكان العمل بأثر على الاتصال والتواصل، ممكن بشكل إيجابي ممكن بشكل سلبي. إيش كمان؟ environmental settings، البيئة المحيطة. فعليا إذا كانت البيئة المحيطة ما في عنا يعني noise، فيش عنا ضوضاء، فيش عنا ممكن أي شغلة تأثر على المسج، على الرسالة، فعليا بكون وصول الرساله بكون اسهل بكثير. والعلاقات، الادوار والعلاقات. تمام؟ يعني حسب البيئه، اذا كانت البيئه مجهزه، تمام، للاتصال والتواصل فعال، فعليا بكون اسهل في الاتصال والتواصل. بيرسبشن، ادراك، الاحساس، مشاعر تيجي اكثر من معنى. ديروا بالكم في مش المترجم، انا حاولت اصورها واجيبها، شغلات المترجم فيها مشكلة. تمام؟ يعني كاتب كل كتاب انه الكلاينت كاتبه انه عميل او زبون. تمام؟ هن اثنين، احنا فعليا عندنا مين الزبون عندنا في المستشفى؟ المريض، معناته المريض، ما تكتبليش عميل زي ما هو مترجم. تمام؟ مترجم جوجل 100% بالضبط. فعشان هيك ديروا بالكم لما تلاقي كلمة كلاينت في اي مكان معناتها مريض. حناخذها ان شاء الله في الاخلاق ايش ترجمتها او ايش معناتها بالضبط. أخلاق التمريض. patient، كويس patient، بس بتلقاهاش كتير في الكتب. في عنا تكنيك، في عنا بعض التقنيات، في عنا بعض المبادئ أو بعض الطرق فعليا إحنا بنستخدمها عشان ناخد أو نعمل assessment. يعني إيش assessment؟ data collection. أحسن تاد كلمة اسمها، هذا اسمها كلمة تقييم. assessment معناتها عبارة عن data collection، جمع بيانات. حناخدها إن شاء الله في النيرسينج بروسيس. تمام؟ طبعا انترفيو مقابلة، يعني فعليا انت لما تيجي تتكلم مع المريض فعليا او جهزت حالك لمقابلة انت والبيشنت مثلا، لما رحت على البيشنت على الغرفة تبعته وقعدت تسأله بعض اسئلة، هذه بنسميها انترفيو. تمام؟ فعشان هيك عندنا بعض شغلات احنا بنستخدمها عشان اقدر اخذ معلومات من البيشنت قدر الامكان. تمام؟ بس لازم احسن طريقة جمع المعلومات. فعشان هيك سمينا الانترفيو تكنيك، يعني في طريقه معينه، مش اي واحد ممكن يعمل الشغله هذه، لازم يكون مؤهل انه يعمل انترفيو عشان يعمل داتا كولكشن. انترفيو از ا ميجر تول ان نيرسينج فور ذا كولكشن اوف داتا، يعني عباره عن اداه مهمه
أو أساسية في التمريض لجمع البيانات during assessment steps، يعني خلال المرحلة الأولى من nursing process. أول خطوة من nursing process اللي هي إيش؟ الassessment. هنأخذها في الشابتر اللي بعده، تمام؟ في عنا عدة خطوات، تمام؟ تبدأ في الassessment. الassessment اللي هي data collection في nursing process. Purpose أو الجول أو الهدف من وراء الانترفيو to obtain accurate and thorough information، عشان أخذ معلومات دقيقة فعليا ومعلومات كاملة. thorough information معناته معلومات شاملة. تكنيك، عندي التكنيك هذا بهمنيش كتير، من ناخذ بس ثلاث شغلات والباقي مش لازم. عندنا ايش بستخدم انا؟ ممكن تستخدم حاجه نسميها open ended question. يعني ايش open ended questions؟ يعني سؤال مفتوح المصدر او مفتوح، يعني مش مسكر النهايه. يعني مثلا لما اقول له تكلمني عن نفسك، له جواب معين بالضبط حيقعد يسرد، تمام؟ لما نقول له مثلا how old are you مثلا، ممكن اعبر فيها كثير هذه، بس رقمين، تمام؟ مثلا ار يو مثلا مارد ولا سنجل، حيجاوب يا هاد يا هاد، تمام؟ هذا ما بنسموهش اوبن اند كويشن، بنسميه كلوز اند كويشن. كلوز اند يعني بديك بس او بالضبط بديك يعني كلمه واحده او يس نو كويشن، تمام؟ لكن هنا احنا بنستخدم معظم الشغلات. لو انا بعرفش البيشنت ما بساله سؤال يعني سؤال ورد غطاء، لا، انا اول ما ابدا في الحوار ببدا بسؤال ايش ماله مفتوح بالضبط، عشان اخلي المريض يتكلم ويعبر عن مشاعره والالام اللي عنده، تمام؟ وبعد هيك ببدا اتدرج في الاسئله. بعد هيك في عندنا شغلات، في عندنا حاجه نسميها فاليديشن كويشن. فاليديشن يعني ايش؟ التحقق من مصداقيه الجواب. يعني الحين مثلا سألت المريض سؤال معين، تمام؟ راح جاوبك مثلا جواب، بس انت الجواب شك في صحته، يعني ممكن يكون خطأ، تمام؟ فبتروح تسأله ايش؟ سؤال تاني عشان تتأكد من بالضبط، طريقة تانية بالضبط، طريقة تانية. طبعا مش تحقيق، ديروا بالكم احنا ما بنحقق مع البيشنت، يعني البيشنت الكلام اللي بدينا اياه فعليا هو اللي احنا نتعامل معاه. بس في عنا بعض شغلات مثلا زي هو بيكذب حيضر حاله، يعني البيشنت اذا بيكذب بضر حاله. بس فعليا بعض الشغلات غالبا، يعني مثلا اذا كان المريض مثلا بتعاطى مثلا، يعني مستحيل المريض يقول لك انا بتعاطى، مستحيل مستحيل، تمام؟ هذا من احد الاعراض بالضبط، انا في عندي اعراض في الاخر بينت انه في بتعاطى شيء معين، الحين بدي اكد اذا بتعاطى او بتعطاش بالضبط. بدك تيجي تساله سؤال، تمام؟ مثلا العلاجات بتجيبش معاه مثلا بياخذ العلاجات او ما بياخذش، هل بياخذ مثلا ادويه خارجيه او ما بياخذش، تمام؟ بدك تكون شاطر في شغلات. طبعا هذه عباره عن فنيات، سكيلز، يعني مهارات، يعني فعليا تكتسب 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 فعليا غالبا مع الدورات، يعني تاخذ دورات مثلا معينه مع الخبره كمان بتكتسب. بس فعليا ما تحاول في الاسئله انك توجه يعني اصابع الاتهام للمريض بالضبط، ما تقولوش مثلا انت مدمن، انت الحين المريض ايش حيسوي؟ لا، حيصير يدافع عن هذا، تمام؟ فانت فعليا ما لك علاقه في الشغلات اللي زي هيك. احنا المريض موجود عندنا، الهدف العلاج مش الهدف التحقيق ولا المحاكمه ولا تاخذ انطباع عنه كليا، تمام؟ مهما من يجيك على المستشفى انت فعليا بدك تعالجه، ما لك علاقه فيه ايش بنتمي، ايش مدمن مش مدمن، ما لك علاقه فيه كليا. الغايه في وجود البيشنت انك تدي له الكير تبعته، بس البقيات مش لازمات، الرابع للسابع مش هتاخدوهم بشكل مفصل في الهيلث ايدوكيشن. في عندنا انتر بيرسونال سكيلز ان نيرسينج، حكينا عنها قبل هيك. انتر بيرسونال سكيلز، ايش هي الانتر بيرسونال سكيلز؟ حكينا عنها، لا قلنا لكم الانتر بيرسونال كوميونيكيشن عباره عن التواصل والاتصال بينك وبين شخص ثاني، تمام؟ مشترك. حكينا المرة اللي فاتت برضو حكينا عن الانترا بيرسونال كوميونيكيشن. الانترا قلنا عنها تتكلم مع نفسك بالضبط، تناقش حالك، تمام؟ هذه نسميها انترا. لكن عندنا انتر بيرسونال سكيلز، يعني عبارة المهارات اللي انت بتكتسبها فعليا عشان تقدر تناقش مين؟ الاخرين بالضبط، الاخرين يعني اي حد تاني غير نفسك. الانتر بيرسونال اخذناها المرة اللي فاتت، تعرف او ثلاث تعريف.
Interpersonal skills are communication skills required for positive relationship between the persons. يعني فعليا العلاقات اللي بتصير بين الأشخاص فعليا في التواصل لازم تكون علاقات إيش مالها؟ إيجابية بالضبط. These skills are essential for the nurse to establish and to promote good nurse-client relationship. يعني السكيلز هذه المهارات مهمة جدا للممرض عشان تبني أو تأسس وتعزز علاقة الممرض الجيد مع مين؟ مع البيشنت بالضبط. تمام؟ كل ما كنت لبق في الكلام كل ما كان البيشنت برتاح لك أكثر. تمام؟ أنت فعليا أنت بدك ما مش داخل عداوة مع البيشنت، أنت فعليا بدك تحاول تكسب البيشنت عشان البيشنت إيش ماله؟ يحكي لك إيش اللي عنده. طبعا من امراض وشغله زي يرتاح لك بالضبط، يعني بالمعنى الاصح يرتاح لك البيشنت. في عندنا بعض الشغلات غالبا بتعزز عمليه انه البيشنت يرتاح او يتواصل بشكل سلس مع الممرض. Some of interpersonal skills are، يعني بعض الشغلات او الصفات او بعض المهارات اللي بتكون موجوده في الانسان بتخلي البيشنت يتواصل معك بشكل فعال. زي ايش مثلا؟ Warmth and friendliness، الدفء والصداقة. تمام؟ يعني البيشنت انت بتكلمه، يعني لما تكلم مع البيشنت او تسأله مثلا كيف حاله مثلا او من ايش بشكي، تمام، او تقعد جنبه يحس انك مهتم فيه. تمام؟ فعليا حيروح يحكي لك كل شيء. تمام؟ عن حالته المرضية طبعا ما يحكي لك ايش كل شيء عن هذا، يعني فعليا احنا في بين العلاقة بينه وبين البيشنت علاقة ايش بينه وبين البيشنت؟ علاقة صحبة؟ علاقة ايش؟ ولا علاقة عمل؟ علاقة العمل اللي هي ايش؟ علاقة، لا، حاجة نسميها ثيرابيوتيك ريليشنشيب. ثيرابيوتيك يعني علاقة علاجية. فعليا البيشنت بيجي، تمام، شان ياخذ الخدمة اللي انت بتقدمها. تمام؟ بس مش معناته انه اضرب صحبة معاه بعد هيك انه روح بعد هيك بعزمه وبعزمني وبجيب لي دجاج وبجيب لي مثلا حبش وبغض النظر ايش اشياء. تمام؟ فعليا ممنوع. يعني حتى الهدايا بعض الاحيان فعليا احنا ما بنقبلها من بعض بيشنت. اذا بدك تجيب هديه مثلا بيشنت بده يجيب، بده يدي لمين؟ للجميع بالضبط. لو جاب لك اياها مثلا لك خاصه هذه قصه كبيره. تمام؟ فعليا هذه لها ما بعدها، فعشان هيك لها ما بعدها، لها ايش ثاني يعني. فعشان هيك انت جنب حالك الاشياء هذه. تمام؟ فعليا لو جاب البيشنت اي شغله للجميع، مش من هذا من ورا لورا بتزدس. تمام؟ فعليا هذه الشغلات لا ما تقبلها، عشان زي قلت انت الشغلات هذه فعليا رشوه، يعني من الاخر رشوه. تمام؟ يعني فعليا المره مشاها المره الجايه بجيب وبده مقابل، يعني الهدف اداك شغله معينه ما اداكش اياها لسواد عينيك مثلا. تمام؟ بده اشي بالمقابل، فانت ما تحط حالك في القصه هذه. تمام؟ الاوبنس، الانفتاح، يعني حاول تكون يعني فري مع البيشنت، تقبل البيشنت بالضبط. يعني ما تكون يعني حاجه مسميها كلوز مايندد، لازم تكون اوبن مايندد بالضبط، تقبل البيشنت. ديروا بالكم مش ضروري البيشنت يعني يمشي على مخك بالضبط، يعني ممكن البيشنت تكون بتالم مثلا، غالبا كلماته اللي بيعبر فيها بتكون شوي قاسيه مثلا، او مثلا تزعيق مثلا، او مش معلي صوته مثلا، مش قادر يتكلم وانت مش سامع. يعني ما توقعش الكلام اللي بيحكيه البيشنت انه يجي على قد انت ما بدك. تمام؟ فعشان هيك يعني التمس للبيشنت ايش؟ مش عذر واحد، 70 عذر للبيشنت بالضبط. اكيد طبعا، اكيد الوقت المناسب، بس مش دائما. يعني البيشنت دائما المزاج تبعه يعني فايق ورايق. تمام؟ وكمان الممرض برضه مش المزاج تبعه فايق ورايق، بس لما نكون بيشتغل بده يكون اوبن مايند بالضبط. حكينا المره اللي فاتت لما يدخل يسيب كل همومه برا ويفصل عن العالم الخارجي ويدخل في عالم المستشفى وعالم الشغل. الامباثي معناتها التعاطف. طبعا في عندنا كلمه ثانيه مقابل لها اللي هي السمباثي وامباثي. طبعا كلمتين تقريبا هن اثنين تعاطف، بس عاد غالبا احنا في المستشفى او في الحقل الصحي من الامباثي يعني حط حالك مكان البيشنت بالضبط، كانك انت المريض. تمام؟ ايش لما انت بتحب لما تكون تعبان كيف الناس او الممرض يعاملك؟
تمام؟ هذا الشعور بدك توصله برضو للبيشنت. تمام؟ هذه بنسميها الامباثي. لكن المعنى الثاني اللي سيمباثي، سيمباثي تعاطف غالبا مضر، تعاطف يعني فعليا لما تتعاطف اوفر بشكل مش طبيعي مع الانسان فعليا مش ممكن تساعده. يعني مثلا في حادث مره صارت اعتقد في مصر بدايه الكورونا، هي كانت ممرضه فعليا ووقف القسم كله من الاكسجين. ايه سوت الممرضه؟ قعدت في القرن وقعدت تصيح بالضبط. تمام؟ هذا تعاطف، تعاطف، بس فعليا عدم عملها وعدم شغلها وعدم تقديمها المساعده او اي دعم يعني بقدر الامكان انها بلغت مثلا، حاولت تساعد، حاولت تشوف مصادر بديله من الاكسجين ثانيه. طبعا بغض النظر هي كانت كارثه كبيره، بس انها قعدت في الزاويه وانزويت وقعدت تصيح، تمام، هذه فعليا بنسميها تعاطفت هي بس فعليا ما عملت شغلها. لكن الامباثي، الامباثي لا، انا بتعاطف بس فعليا انا بقدم مساعده للبيشنت. تمام؟ عشان عارف انا قديش الالم اللي مع البيشنت، انا بدي احاول ايش اسوي؟ اخفف الالم عنه. تمام؟ فعشان هيك احنا من الامباثي ولا السيمباثي؟ من الامباثي بالضبط، من الامباثي. يعني في معنى ثاني بالانجليزي حلو جدا، putting yourself in the patient's shoes، يعني حط حالك محل البيشنت. البيشنت شوز معناته محل البيشنت، مش حذاء البيشنت، لا. تمام؟ بالضبط، put yourself in my shoes. في المشاعر الكومبتنس، كومبتنس، كومبتنس هي تكون انت ايش مالك؟ ذو كفاءه، يعني تكون قد حالك علميا وعمليا. فعليا لو كان انت مثلا مؤهل للمكان اللي انت فيه فعليا، ما هو بتطلع المريض وبشوفه بقارن بين التمريض وبقارن بين الاطباء الموجود في المستشفى. تمام؟ ففعليا غالبا الناس بتميل للانسان الكفو اكثر من الانسان العديم الكفاءه. تمام؟ فعشان هيك انت تظبط نفسك في العملي والنظري الاثنين مع بعض. consideration of the client variables، consideration of the client variables كمان بدك تعتبر بعض المتغيرات اللي بتصير مع المريض. حكيناها طبعا قبل هيك، قلنا لكم البيشنت مش دائما البيشنت مبسوط، مش دائما البيشنت مبسوط. يعني بعض الاحيان البيشنت بيطلع لي من عمليه بده يطلع يضحك، مستحيل، الا اذا كان ماخذ نايتروس اكسايد مثلا، ماخذ مثلا غاز المضحك، نوع من انواع التخدير، فعليا مبين انه مبسوط شويه. تمام؟ بس فعليا هو بتالم. تمام؟ فبعد البنج ما يروح فعليا الالم حيصير معه. فعشان هيك بدي ادير بالي من ايش؟ من حاله المريض. بدي اعتبر بعض حالات البيشنت. طيب في عندنا بعض الفاكتور فاسيليتيتنج بوزيتيف انتراكشن، في عندنا بعض العوامل اللي بتساعد في عمليه التواصل الفعال او التواصل الايجابي. Have a purpose for interaction، لازم يكون عندك غايه للاتصال والتواصل. يعني انت رايح تاخذ من البيشنت بعض المعلومات عشان تفيده في حالته الصحيه، فعليا يعني في عندك هدف. يعني مش تروح مثلا بس chit chatting بس بدك تتكلم. تمام؟ ايش كمان؟ choose a comfortable environment، اختار البيئه المريحه للمريض خصوصا، البيئة المريحة للبيشنت. يعني ما تروحش مثلا البيشنت إذا كان أنت مش موفر له مثلا جو مناسب، إذا كان مثلا الدنيا مثلا برد كتير مثلا أو حر كتير، تمام، فعليا البيشنت مش فضيلك، بده يدفي نفسه. تمام؟ أو يدور على حاجة مثلا يعني يبرد على حاله. فعشان هيك بدك تشوف البيئة المناسبة أو المريحة. provide privacy، زود البيشنت الخصوصية. مش فعليا ممنوع انك تاخذ بيانات على البيشنت خاصة، بيانات غالبا ممكن غالبا تعتبرها البيشنت خاصة بالنسبة له، تقعد تحكيها مثلا قدام البيشنت التانيين مثلا. طبعا عندنا في الأقسام في المستشفيات بتلاقي مثلا أكثر من 8 بيشنت في الغرفة أو 6 بيشنت في الغرفة بالضبط. فأنت فعليا إذا بدك تاخذ معلومات من البيشنت أشياء خاصة، ما تقعدش تتكلم تمام وغيرهم دنيهم عندك. يعني المرضى التانيين ما سامعين ايش القصة. تمام؟ فإذا بدك تاخذ معلومات خاصة على المريض فعليا ممكن تاخذه في غرفة خاصة، تمام، تتكلم معه. لكن ممنوع تتكلم، يعني البيشنت يكون موجود ويكون التمانية قاعدين، حتى لو ما فيش حد، حتى لو أنت عامل الستارة. فعليا الستارة ما بتحجبش الصوت، أنت بتشوف شو صاير جوا، بس فعليا صوتك اللي واصل مسموع بالضبط. فعشان هيك بعض الأحيان في بعض مثلا
شغلات بتصير، بتلاقي بيشن تتكلم مع مريضة مثلا، يعني ممرضة تتكلم مع مريضة فعليا بعد ما تطلع، فبصير ان المرضى يناقشن في المريضة عن الشغلات اللي كانت تسألها من الممرضة. بالضبط، فانقلبت لا بالضبط، صارت شغلاتها الخاصة صارت حواديت لمين؟ للمجموعة هذه. فعشان هيك ديروا بالكم الشغلات هذه، الشيء الخاص على المريض فعليا ممنوع تتكلمها نوبن، يعني لازم اذا بدك اي شغلة خاصة ممكن تاخذ البيشنت على غرفة تانية تمام وتتكلم معه عن الشغلات الخاصة تبعك. في عندنا كمان الكونفيدنشياليتي. يعني ايش الكونفيدنشياليتي؟ كونفيدنشياليتي اللي هي السرية، يعني كل معلومات، طبعا هذه لكم برضو، كل معلومات اللي بيصير في المستشفى ايش مالها؟ بتضلها في المستشفى، تطلعش برا المستشفى تمام. يعني خاصة حتى كمان لو بتتعاملوا مع مرضى مثلا، إذا مجموعة معينة بتتعاملوا مع غرفة معينة، أنت أخذت مثلا مريض وزميلك أخذ مريض وتاني أخذ مريض، فعليا ممنوع أنك تنقل البيانات تبعت المريض هذا، وخاصة اسم المريض بينك وبين زميلك. مثلا تقول مثلا أنا تعاملت مع المريض فلان الفلاني كذا، كان من عيل كذا من رفح مثلا، وتاني برضو يحكي. طبعا العيب في قطاع غزة أنه كلنا بنعرف بعض. بالضبط، كلنا بنعرف بعض. طبعا هو مش حلو لغزة ومش حلو كمان لبرا غزة، يعني مش معناته انه في غزة معناته ممنوع برا، لا، انت فعليا تتعامل مع بيشن كل المعلومات اللي بتعرفها عن المريض هذا فعليا ممنوع حد يعرفها خالص تمام. فعشان هيك ما تحاول، في بعض الناس بيحاولوا عاد يدور على المعلومات ويشوف يطلع على الملفات ويقرا مثلا، بما انه نظام عائلي فعليا بتلاقي انت بتروح على المستشفى بتلاقي كثير مثلا من العيلة تبعتك تيجي تبدا تشوف في الفايلات، تطلع ايش مع هذا مرض، تطلع ايش هذا مع مرض، تطلع طب انت مالك تمام، وين راح السريه تمام. ممنوع حتى احنا في المستشفى كمان لما نتعامل مع المرضى فعليا، لو انت ماخذ 3 4 مرضى مثلا تتعامل معهم، لما اجي انا انستراكتور اناقشك فعليا احنا ما ندقش على الاسم الاول او الاسم المريض بشكل عام. يعني تيجي تحكينا عن الحاله تبعك، المريض مثلا معاه كذا كذا، التشخيص معاه كذا، بياخذ مثلا علاجات كذا، وانا عملت له نيرسينج انترفينشن هيك تمام، ما بحكي اسم البيشنت واسم ابوه واسم العيله قدام الجروب تعين التمريض. ليش هيك؟ انا سويت ضيعت سريه المعلومات تمام. طبعا الشغلات هذه لازم ندق عنها عليها عندنا هنا، طبعا مش كثير بدقوا عليها هنا عندنا تمام، خاصه اللي بيشتغلوا في الحقل الصحي تمام. برا الشغلات هذه فعليا يعني 100% ممنوع اي بيانات تتسرب خالص. ليش؟ هالبيانات هذه فعليا ممكن تتقاضى عليها لو طلعت اي بيانات. يعني مثلا لو البيشنت عرف ان المعلومات هذه طالعه من طرفك عن حالته المرضيه، فعليا ايش بيصير فيك؟ بقضيك وبقاضي المستشفى تبعك تمام. بالضبط، وبربحها 100%. ليش؟ عشان فعليا انت ايش، انت حالف يمين اول حاجه قبل ما تطلع عملي، تحلف يمينك تحافظ على سريه البيشنت وخصيه البيشنت، ممنوع اي بيانات. طبعا اعتبر يعني مره ثانيه بنرجع، حط حالك مكان البيشنت، بتحب حد يسرب المعلومات تبعتك لو كنت انت بيشنت؟ تحبش. فعشان هيك ما بتحب فعليا، برضو كمان البيشنت ما بيحب بياناته تطلع. المصطلح هذا ايش بنسميه؟ سريه، بالانجليزي confidentiality تمام. confidentiality طبعا نطق شوي صعب بالنسبه لكم، بس لو قدام شوي ان شاء الله غالبا لحاله بطلع. client focus، المعلومات اللي تسألها البيشنت بس لغرض العلاج، يعني فعليا ركز على مشكلة البيشنت، ما تطلع برا البيشنت. يعني ايش برا البيشنت؟ يعني ما تدخل شغلات خاصة في الموضوع، يعني ركز على المشكلة اللي بيعاني منها البيشنت. client focus بس على قد البيشنت والمشكلة اللي بيعاني منها المريض تمام. ما تحاول ايش تاني تستغل البيشنت لشغلات خارجية تمام، ممكن لمصلحتك. مثلا البيشنت هذا ابن مسؤول مثلا معين، خلصنا العلاج تبعته، الحين بعد هيك بدك تروح انت بدك تستفيد من وراء البيشنت تمام. ديروا بالكم الشغلات هذه تمام. احنا بنتعامل مع البيشنت، مجرد ما البيشنت طلع من المستشفى العلاقه تبعتنا بينه وبينه انتهت. ليش؟ عشان العلاج، العلاقه العلاجيه اللي بينه وبينه خلصت. بالضبط، مش هات جوالك وبعد هيك نتواصل، بعد هيك ممكن نطلع منطش مع بعض تمام. يعني خليك يعني غالبا بعيد عن الشغلات هذه، خلي العلاقة اللي بينك وبينه ثيرابيوتيك ريليشنشيب. كوميونيكيشن اند نيرسينج بروسيس،
التواصل وعملية التمريض ككل. communication يعني إيش علاقة communication مع التمريض بشكل عام؟ communication is the one of the instrument of the data collection. حكينا عبارة عن أداة من أدوات جمع المعلومات and implementation in the nursing bus. جمع البيانات وتطبيقها تمام في التمريض بشكل عام أو في العملية التمريضية. The steps of nursing process can also be applied in the process of communication. هذه الخطوة غالبا احنا بنطبقها عن طريق اللي هي step يعني خطوة معينة موجودة وين في النيرسينج بروسيس اللي هي ايش اول خطوة اللي هي الاسسمنت جمع المعلومات. طبعا الاسسمنت هي عبارة عن اتصال وتواصل. طيب في عندنا العلاقة الثانية اللي تجمعنا برضو في البيشنت اللي هي نسميها helping relationship. helping مساعدة بالضبط. the helping relationship is sometimes called لها اسم ثاني اللي هي therapeutic relationship or client nurse relationship. therapeutic يعني ايش؟ حكيتها قبل شوي علاجي بالضبط. العلاقة المساعدة اللي بينه وبين البيشنت اللي هي علاقة ايش؟ علاجي بالضبط. therapeutic therapeutic من therapy. therapy يعني ايش؟ يعني علاج بالضبط. therapeutic relationship او بنسميها client nurse. هذه طبعا سؤال امتحان يعني ممكن اقول لك ايش العلاقه اللي بيشنت العلاقه اللي بينك وبين البيشنت. هيقول لك علاقه صداقه ولا علاقه بزنس ولا علاقه therapeutic relationship ولا علاقه client nurse relationship. طبعا انت بتعرف بتميز او helping relationship تمام. انت عارف المغزى مهما تحور السؤال انت عارف ايش الجواب. the goal of a helping relationship between the nurse and the client determine cooperatively يعني بشكل متبادل بشكل متعاون and are defined in the term of the client needs. وغالبا تعرف حسب ايش احتياجات المريض. حسب احتياجات المريض يعني ايش المريض عنده كومبلين عنده شكوى تمام. انت بتحاول تخفف الكومبلين تبعه. طبعا مش انت لحالك موجود في المستشفى انت من ضمن منظومة بالضبط من ضمن تيم حاجة نسميها الانتر ديسيبلينري تيم يعني تيم متعدد الوظائف. يعني بتلاقي الطبيب بتلاقي الممرض بتلاقي الفني بتلاقي المساعد تمام. كلهم هدول بلفوا في فلك مين فلك المريض. يعني لو اعتبرنا المريض هو الشمس احنا مين احنا الكواكب بالضبط اللي بلف حوالين البيشنت. الهدف احنا نقدم له ايش الرعاية والخدمة الصحية تمام. Broadly speaking, common goals might include. يعني الهدف من الشغلات هذه عشان أحقق بعض أهداف للبيشنت. يعني أحقق النيد ساعة البيشنت broad يعني بشكل واسع يعني بالكلام مستفيض. commonly goal أهداف ال common يعني المشتركة ممكن تصير إيش هي increase independency يعني إيش زيادة الاستقلالية. سكر يعني فعليا احنا ليش بنساعد المريض عشان فعليا نخلي المريض ايش ماله يعتمد على نفسه. يعني المريض مثلا جايك مثلا مش قادر يتحرك مع جلطة مثلا معينة طبعا نكون بيعتمد على مين لما نكون جايته جلطة مثلا بقدرش يحرك ولا ايده ولا رجله ولا بقدر ياكل ولا بقدر يشرب ولا بقدر يعمل ولا حاجة. معتمد على مين المفروض على الممرض تمام او على الفاميلي. فعشان هيك هو بيجيك على المستشفى عشان فعليا عشان يقدر يرجع مرة تانية يكون إيش independent. يعني إيش independent مستقل بالضبط مستقل. فعشان هيك فعليا أحد الأهداف الهدف إحنا بنساعد البيشنت to gain أو increase منزيد ليش independence greater feeling of worth. يعني يحس بالإيش يحس حاله أحسن. يعني يحس حاله قبل كان بيشنت ضعيف الحين لا بحس له قيمة الحين تمام بحس له قيمة. الإنسان طول ما هو ضعيف بحس من يعني ملوش أي قيمة لكن worth معناته الأفضل لو اعتبرناه التحسن تمام. improve physical will بكون بصحة جسدية وعافية كمان. طبعا هذه أحد تعريف الصحة لأي تعريف الصحة أن يكون البيشنت will be يعني بصحة وعافية تمام. هذول الثلاث شغلات فعليا في الهيلبينج ريليشنشيب طبعا هذه مهمة
يحس حاله يعني معافى جسديا، معافى جسديا يعني خاف من المرض. طبعا هذه دير بالكم برضو بتجيني اختار من متعدد كلهم بقول لك عبارة عن شغلات بتساعد البيشنت في الهيلبنج ريليشن شيب انه يتحصل عليهم كلهم ما عدا منضف لنا واحدة تانية ملاش علاقة بالموضوع فبتختارها. basic characteristic of helping relationship في عنا الخصائص الأساسية في العلاقة بينك وبين البيشنت اللي هي علاقة المساعدة أو علاقة therapeutic relationship dynamic. يعني إيش dynamic؟ العلاقة البيشنت، العلاقة اللي بينك وبين البيشنت علاقة متغيرة مش علاقة ثابتة، طبعا متغيرة حسب حالة المريض. مش معناته الآن البيشنت اليوم مثلا صاحبي بكرة لا مش صاحبي، لا الهدف فعليا تتراوح حالة البيشنت انك انت ممكن تقدم له مساعدة اكثر اذا كان محتاج لمساعدة فعليا. بعد هيك اذا البيشنت بقدر يعني مستقل عنك فعليا ممكن انت تمنحه الاستقلالية. تمام، حالة البيشنت هي اللي بتحدد علاقتك مع البيشنت. purposeful and time limited يعني إلها غاية ولها وقت محدود. الغاية طبعا من علاقة تبعتك مع البيشنت ايش هي؟ العلاج، بس العلاج therapeutic relationship. تمام، time limited يعني ايش time limited؟ فترة وجوده في المستشفى. تمام، ديروا بالكم هذا برضه ممكن تجينا صح وغلط. يعني ممكن البيشنت اجيب لك اياه العلاقه بكون في عندنا هدف بقول لك تايم انليميتد. يعني ايش تايم انليميتد؟ يعني لا محدود. طبعا هنا تايم ليميتد معناته محدوده، غيرنا في المعنى عكسنا الكلمه بصير الاجابه غلط فديروا بالكم. يعني بدل ما احط ليميتد بقولها انليميتد. ان يعني غير محدوده، غير محدودة بصير الإجابة إيش مالها؟ غلط بالضبط. بيشنت خلص من المستشفى، أخذ العلاج، تحسن وصار مستقل لحاله، خلص خلص العلاقة، ولا رقم جوال ولا حاجة. الشغلات اللي زي هيك فعليا لو بدها حاجة المستشفى منه إيش مالها؟ المستشفى اللي تتواصل معه مش أنت اللي تتواصل معه. تمام؟ The person providing assistance in a helping relationship assume the dominant role. حلو جدا هذه الجملة. أنت فعليا في المكان هذا أنت المسيطر. يعني إيش المسيطر؟ يعني فعليا في بعض أحيان بيجي البيشنت مثلا إذا كان له مثلا عنده باك جراوند مثلا سياسية أو عائلية أو نفوذ، فعليا ممكن يخلي الممرض يعني هو أعلى من الممرض، هو فعليا مين الأعلى من الثاني؟ الممرض أعلى بحكم، بحكم إيش؟ بحكم شغله، شغله المكان تبعه. مش أعلى قصدي يعني أنا يعني أعلى مش معنى يعني سيد وعبد، لا لا. تمام؟ يعني فعليا الإنسان محتاج لحد ثاني فعليا بالضبط، بكون محتاج للإنسان اللي أعلى منه في الخدمة، أعلى منه في العلم، أعلى منه في المكان. تمام؟ بس فعليا انا وجودي في المكان هذا الهدف منه ان اقدم لك انا خدمه. ما تعكسش، تعكسش ايش بالضبط؟ يعني المريض بالضبط الحين المريض مثلا بصير مثلا حسب سياسته وسلطته فعليا بصير انت اقل من البيشن. طبعا اذا قلبت القصه هذه خربت الدنيا خالص. تمام، طول ما البيشن محتاج لك انت مسيطر على المكان مش البيشن. تمام، هذا برضو كمان ممكن تنعكس ويصير صح وغلط مرتبة. The phases of helping relationship، المراحل اللي بمر فيها العلاقة أو العلاقة العلاجية، مراحل. أول حاجة، حاجة نسميها the orientation phase. مرحلة إيش؟ ترجم لي اسمها. توجيه، توجيه ممكن اعتبرها التوجيه. أو مرحلة إرشادية برضو بتيجي حلوة. تمام، مرحلة التوجيه أو الإرشاد، يعني فعليا أنت بتبين للمريض إيش بدك بالضبط منه خلال فترة العلاج. assessment phase of the nursing process عبارة عن جمع بيانات. في المرحلة هذه إحنا بنجمع بيانات فيها during this phase. مرحلة الorientation، مرحلة الإرشاد، مرحلة التوجيه، الاثنين الترجمات حلوات ومرتبات. The role of both person and relationship are clarified. يعني كل دور، دور كل واحد فيهم، دور مين كل واحد فيهم احنا بنحكي؟
عن المريض والممرض. يعني فعليا انت المريض بحاول يسال اسئله، البيشنت ايش مسوي؟ بجاوب على الاسئله هذه. تمام، يعني فعليا كل واحد عارف دوره. An arrangement about relationship established، يعني الترتيبات بين العلاقة هذه بتصير مع بداية دخول المريض المستشفى. يعني مجرد ما المريض قعدت أنت معاه مثلاً وتكلمت معاه، طبعاً لازم تأخذ موافقة منه. مثلاً بيقول له الحين ممكن نأخذ منك بعض الأسئلة فعليا ممكن تفيدك في عملية العلاج أو الفحص، يعني ممكن فحص معين ده تكمل مع البيشنت. البيشنت قال لك موافق، معناته إيش؟ معناته بدأت عملية الإيش؟ الهيلبينج ريليشن شيب او المرحله الاولى. الاجريمنت اللي هي موافقه. ذا اجريمنت از يوزوالي سمبل فيربال اكسشينج، يعني يقول لك مثلا تمام توكل على الله، ايش بدك اي اسئله انا جاهز تمام البيشن. اور اوكيجنالي ريتن، بعض الاحيان بعض المستشفيات ممكن يكون في اشياء ريتن. يعني ايش ريتن؟ لازم البيشن توافق على ورقه رسميه. طبعا لو كان في عندنا بعض تحاليل او بعض شغلات غالبا طبعا هي بتعتمد حسب سياسه المستشفى. بالضبط، بعض شغلات معينه ممكن تديها للبيشنت، ادويه، شغلات محدده للمريض. طبعا المريض مجرد ما يدخل المستشفى، اول ما يدخل المستشفى في الملف تبعه بيمضي على ورقه بالموافقه بايش؟ على دخول المستشفى. بالضبط، اول ما يدخل المستشفى بمضي على ورقه الموافقه على دخول المستشفى. من ضمن الشغلات هذه انك انت فعليا موافق على بروتوكولات المستشفى، موافق على الإجراءات الطبية والتمريضية بتعامل لك في المستشفى. تمام، موجودة فعليا، بس غالبا بعض الأحيان المرضى ما بقروها. يعني فعليا بقول لك وقع هنا زي هيك وتوقع وانت مش شايف أي حاجة، وهذا غلط. بالضبط، لازم تقرأ. تمام، لا بالعربي، بالعربي. في عندك بالعربي بالإنجليزي الاثنين مع بعض. هو لا بالضبط، لا حالة الطوارئ هذه شغلة ثانية. هذه حالة الطوارئ فعليا لازم تنقذ حياته في الأول، وبعدين تدخله لإجراءات ثانية لازم موافق. تمام، لازم ننقذ الحياة في الأول. الحين فعليا لو مش قادر البيشنت، المرافق معاه اللي بده يفهمه. تمام، يعني فعليا هذول الناس غالبا الأطفال أو الناس المش قادرين عقليا. تمام، فعليا الأهل او اي اقرب واحد فيهم هو اللي بوافق على الشغلتين. طبعا هذه موافقه دخول المستشفى للعلاجات والاسسمنت والتحاليل. الحين لو بدي اعمل عمليه في كمان ورقه ثانيه. بالضبط، تمام، بوقع. تمام، الهدف منها طبعا تحمي المستشفى والمريض. تمام، من اي شغلات غير قانونيه ممكن تصير للبيشنت. تمام، يعني مش هذه بس حمايه للمستشفى، لا كمان برضه حمايه لحقوق البيشنت. تمام، فعشان هيك غالبا بتضل في الملف تبع المريض. An orientation to health agency it's facilitated administration routine، يعني فعليا غالبا الشغله هذه الاورينتيشن بيصير لايش؟ للمؤسسه الصحيه. الاورينتيشن يعني التوجيه والارشاد للمؤسسه الصحيه، يعني كيف نمط الرعايه في المؤسسه الصحيه هذه، وايش كمان والنظام الاداري فيها. يعني النظام كيف يعني ساري بعض الأنظمة الإدارية الموجودة في المستشفى هذه. تمام، يعني بفرجيك إيه سياسة المستشفى وإيه سياسة الأشياء الإدارية اللي بتصير فيها. طبعا من حق البيشنت إنه يعرفها قبل ما يدخل المستشفى. Working phase، مرحلة العمل أو مرحلة يعني العمل الرسمي اللي بيصير في مع البيشنت. Client and nurse work together. تيروا بالكم الشغلات هذه لازم تكون متبادلة من الاثنين، يعني الممرض والمريض مع بعض متفقين. يعني لازم يكون هم الاثنين متعاونين مع بعض. يعني مش معقول البيشنت مثلا انا المرض بيجمع بيانات والممرض مثلا مش راضي يدي بيانات. بالضبط، لازم يكونوا الاثنين متعاونين. تمام، والممرض بصحى بيسعى لمصلحة مين؟ البيشنت مش لنفسي. الممرض. تمام، الممرض. بالضبط، الممرض بسعى انه يحاول بالضبط يساعد المريض. تمام، ايش كمان؟ working together the needs of the client identified، بدنا نحدد ايش المشاكل اللي عند المريض، ايش محتاج البيشنت من اشياء صحيه. مثلا البيشنت مش قادر، مثلا جاي البيشنت مثلا بحادث سياره مش قادر يمشي مثلا. تمام، بسبب كسر بده يتعالج البيشنت الكسر تبعه، بده ينعمل له اجراءات تمريضيه
الغيار مثلا على الجروح مثلا الاكل والشرب كل شغله ممكن تزود له اياها البيش الممرض بزود له اياها. Interaction is essence of the working phase. يعني التواصل او التعامل هو جوهر ليش مرحله العمل. تمام، لازم يكون في عندنا اتصال تواصل interaction. يعني the nurse as a caregiver، يعني ايش caregiver؟ معطي الخدمه، يعني معطي الرعايه. care معناتها ايش؟ care رعايه. give يعطي، يعني معطي رعاية. مقدم الخدمه الصحيه يعني. تمام، يعني انت كمقدم خدمه صحيه او كتيتشر او ككونسلر. تيتشر احنا حكينا دور من ادوار التمريض اللي هو الادوكيتور، معلم. يعني فعليا اذا البيشنت مش فاهم شغله معينه عن المرض وانت بتحكي له، مش فاهم كيف يتعامل مع اداه معينه، انت بتعلمه بالضبط، تشرح له. كونسلر يعني ايش كونسلر؟ مستشار. هنا بالضبط، لو البيشنت بده استشاره مثلا صحيه بتعلق مرض شغله معينه، برضه انت بترشده للشيء الصحيح. طبعا وكمان من ضمن اللي حكينا عنه زمان اللي هي الادفوكيت، اذا بتتذكروا الادفوكيت، المدافع عن حقوق البيشنت. تمام، برضو انا بكون ادفوكيت. كثير شغلات اللي اخذناها قبل، طبعا هنا حاصر بس اكمل شغله، كل ادوار التمريض اللي حكيناها قبل هنا بتنفع. whatever the assistance، يعني بغض النظر ايش هي المساعده needed to achieve، لتحقيق الماتشوال اجريد جول. يعني الماتشوالي يعني ايش ماتشوالي؟ المتبادل. اجريد يعني ايش اجريد؟ موافق عليها من قبل الطرفين. مين الطرفين؟ المريض والممرض. تمام، يعني فعليا اي شغله فعليا لازم البيشنت يكون موافق عليها عشان فعليا نطبقها. يعني الشغلات اللي اتفقنا عليها في مرحله البيشنت، مرحله الوركينج فيز، هي اللي بدها تطبق. مثلا لو شيء بسيط البيشنت مش قادر يتحرك، اتفقتوا انت وياه مثلا انه البيشنت يتحرك او يمشي مثلا من اول القسم لاخر القسم مثلا من غير مساعدة، او اول مره مساعده وبعد هيك من غير مساعدة، هذه عباره عن اهداف. تمام، فكلها انت بتحاول تحققها انت والبيشن. تيرمينيشن مرحله الايش؟ الانهاء او الانتهاء. يعني مرحله خلص البيشنت اخذ الخدمه الصحيه تبعته والبيشنت تحسن او طلع من برا المستشفى، هذه بنسميها ايش؟ termination phase. happen at a change of the shift time. يعني فعليا انتهت العلاقه بينك وبين مين؟ بينك وبين البيشنت. متى بتنتهي العلاقه بينك وبين البيشنت؟ هذا لما نخلص علاج. في كمان لما يتغير ايش؟ شفت بالضبط، احسنت، لما يتغير شفت حسب الممرضين. انت فعليا مش ماخذ المستشفى مقاول 24 ساعه، انت مثلا تيجي مثلا 6 7 ساعات تعاملت مع البيشنت، بعد هيك بتخلص بتسلم لزميلك. مجرد ما خلصت تمام وروحت انتهت العلاقه بينك وبين هذا. مش بعد هيك روحت رحت رنيت على البيشنت الو، او البيشنت رن عليك الو، مثلا التمريض مثلا يا ريت عبد كيف حالك، كيف حالك بسيطه، ما حدش حيتصل عليك اقول لك كيف حالك. بالضبط، اتصل عليك المريض مثلا بقول لك الدواء الفلان الفلاني الممرض مثلا مش راضي يديني اياه، بدك تزودني فيه مثلا. اذا وصلت للشغله هذه معناته خربت الامور. تمام، ليش؟ انت مجرد ما تطلع المستشفى علاقتك بينك وبين هذا تسلمت لمين؟ لشخص ثاني. خلص انا ماليش علاقه فيه. اذا كانت شبكه نت بسيطه بس المشكله بتصير شغلات ثانيه ادويه هي القصه. تمام، مره اعطاني شبكه نت والله جليت تمام. الشغلات غالبا لزي هيك غالبا بتصير بسبب ممكن ادويه مثلا، اشياء معينه تسهيل مثلا دخول مرضى في المستشفى ممنوع. تمام، مجرد ما طلعت من المستشفى خلص. طبعا انت ما تحاول فعليا برضه تدي يعني برا تدقوا على شغلات كثير اللي هي الارقام الخاصه، انت رقمك الخاص فعليا مستحيل تدي لاي حد ثاني. بالضبط، اذا بدك اي حاجه من المستشفى تدي ايش؟ رقم المستشفى، رقم المستشفى، تواصل مع المستشفى. في عندك لجنة استعلامات أو موظف استعلامات فعليا برشدك لوين بالضبط، لكن الأرقام الخاصة فعليا هتعمل لك مشاكل في المستقبل. طبعا برا فعليا بركزوا كثير على الأرقام الخاصة، يعني فعليا لما تتعامل مع أي حد برا فعليا مستحيل يديك رقمه خاص. يعني خاصة إذا كانت علاقة بينك وبينه علاقة شغل، علاقة مثلا رعاية. تمام،
ففعليا ممنوع. When the client is discharged, طبعا هذه برضو مهمة ديروا بالكم. هذه يعني ممكن يجيك في الامتحان كل الشغلات هذه بتصير مثلا في حالة termination phase ما عدا. يعني بجيب لك happen at this change and when the client is discharged, when the nurse leave for vacation and assessment or identify the roles. تمام بالضبط. فبروح بعلم على هيك نظام الأسئلة تبعتنا. فعشان هيك لازم تعرف أي مرحلة ممكن بتصير أي يعني في كل مرحلة بدك تعرف إيش الشغل اللي بصير فيها. يعني حكينا أنت غيرت الشفت ما لكش علاقة في البيشن خالص، ممنوع يتصل عليك، ممنوع يتواصل معك، ممنوع يتواصل معك. تمام. سلمت لزميلك، زميلك الحين أنت شارج يعني هو المسؤول. إيش كمان؟ إذا البيشن تروح بالشارج معناته البيشن طلع من المستشفى خلص. يعني بيشن خف مثلا أو طلع برا المستشفى ما لكش علاقة فيه، تواصل معه خالص، أو فعليا مرحلة النهاية بنسميها أو الإنهاء. when the nurse leaves for vacation يعني المورد مثلا أخذ إجازة، أنت تعاملت مع بيشنت معين بعد هيك أنت أخذت إجازة مثلا أسبوع. تمام. ممنوع يصير في تواصل بينك وبين البيشنت بعد هيك. تمام. بتواصلوا مع مين؟ زملاتك الموجودين في المستشفى اللي استلموا حالة المريضات بالضبط أو المستشفى. الحين في عندنا اللي هي النيرسينج بروسيس. النيرسينج بروسيس طبعا اهم الشغلات هذه غالبا هنبدا في الشابتر الجديد اللي هو النيرسينج بروسيس، يعني العمليه التمريضيه اللي بتصير. طبعا في عندنا عده مراحل اللي هي تقريبا حوالي 5 مراحل، كل خطوه فيها او كل مرحله فيها بتؤدي للمرحله الثانيه، فعشان هيك سميناها بروسيس. بروسيس يعني كل خطوه بتؤدي للخطوه الثانيه، مستحيل تصير المرحله اللي بعدها غير تكون المرحله الاولى انعملت. تمام. فعشان هيك سميناها بروسيس. بروسيس يعني متتابعة. تمام. نيرسينج بروسيس ايش هي البروسيس؟ عبارة عن set of actions leading to a particular goal، عبارة عن افعال معينة بتؤدي لهدف محدد. تمام. هذه هي البروسيس. طبعا تعريف البروسيس لحاله. طب تعريف النيرسينج بروسيس، عبارة عن organized sequence of problem solving steps، عبارة عن تسلسل منظم او مرتب. تمام. بيؤدي لحل مشاكل او له الهدف منه problem solving. طبعا مشاكل مين؟ مشاكل البيشنت. يعني فعليا انا بتبع الشغلات هذا وبتبع الستبس الخطوات هذه، الهدف منها ان احل مشكله البيشنت الصحيه. في عندنا characteristics، هذه طبعا مهمه جدا، ممكن يجيك في الامتحان ايش هي characteristic of the nursing process. عدد، هذا ممكن تيجي عدد. تمام. ايش هي؟ within the legal scope of nursing، يعني من ضمن شغلي انا، يعني الشغلات اللي بعملها فعليا لازم تكون من ضمن صلاحياتي. يعني ايش من ضمن صلاحياتي بالضبط؟ انت الحين لما تروح مثلا على مستشفى وتبدا تستلم الشغل تبعك، في عندنا حاجه بنسميها اللي هي job description، الوصف الوظيفي تبعك. تمام. بتلاقي مكتوب كل الشغلات اللي لازم تتعملها. الحين اذا الشغلات مكتوبه في الوصف الوظيفي تبعك معناته انت بتقدر تعملها، مش مكتوبه ممنوع تعملها. يعني في عندنا بعض شغلات مثلا زي بعض العمليات الصغرى فعليا التمريض ممكن يعملها. تمام. بس انت ممنوع تعملها. ليش؟ مش شغلك، مش من 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 شغلك اللي في المستشفى تعمله. مثلا زي التغريز مثلا. تمام. التغريز هل هو من ضمن شغلنا؟ لا، مش من ضمن شغلنا، مع انه معظم الشباب اكثر من البنات فعليا بعد ما يخلص التمريض فعليا بيكونوا بغرزوا، بعض الاحيان بيكونوا احسن من بعض الاطباء. بس هل انت مسموح انك تغرز؟ لا. ليش؟ لا سمح الله لو صار في اي مشكله مع المريض انت بتتحمل. بالضبط. تعال هنا لجنه التحقيق، انت من ضمن الوصف الوظيفي، من ضمن الوصف الوظيفي، هل مسموح لك انك تغرز؟ لا. ففعليا المشكله بتصير مع كل الدكتور. الشغلات اللي بعملها لازم تكون based on knowledge، يعني معرفة. بالضبط. انت الحين تدرس 4 سنوات تمريض فعليا عشان تطبق اللي انت درسته في المستشفى. تمام. يعني ما بشتغل هيك من راسي، يعني فعليا اي شغلة انت بتعرفهاش للمريض ما تحاولش تفتي فيها خالص او تطبقها. يعني كل الشغلات اللي انت بتعملها فعليا based on ايش؟ knowledge، يعني مبنية على المعرفة. تمام. العلمية والعملية. بلان. بلاند
يعني ايش بلان؟ مخطط لها. يعني معظم الشغلات اللي بتصير في النيرسينج بروسيس لازم تكون مخطط لها، يعني ما تشتغل اشي عشوائي. كلاينت سنتر، المريض هو الاساس في العملية العلاجية او في النيرسينج بروسيس، المريض هو الاساس. يعني كل شغلك على البيشنت. جول دايركتد، الى هدف، الى هدف، الى هدف. جول دايركت يعني الى هدف محدد. في عندنا برايورتيز، يعني ايش برايورتيز؟ في اولويات. يعني حالة المريض ممكن تكون حالة خطيرة فعليا، ممكن تعامل مع بعض شغلات وبعض شغلات ما ركزش عليها. طبعا هناخد كيف نقدر نميز الاولويات للمرضى، تمام؟ الاولوية طبعا انقاذ الحياة عندنا، وبعد هيك اللي بعد هيك بيجي بعده، تمام؟ دايناميك، يعني ايش دايناميك؟ متغيرة حسب حالة المريض بالضبط. هذول الشغلات مهمة جدا. في عنا الستيبس اوف نيرسينج بروسيس، مراحل العملية التمريضية. طبعا هذه بدك تحفظ زي اسمك، الخمس شغلات هذول زي اسمك مع تعريف، مهمة جدا جدا جدا. هتاخدوهن المرة الجاية كمان فاندمنتال واحد مرة تانية بس بشكل اوسع بكتير. ففعليا اذا اخذت، اذا فهمتني كويس حاليا حترتاح كتير في الفصل الجاي، تمام؟ هتبدو فيها الفصل الجاي فاندمنتال واحد. اول واحد اللي هي ايش؟ الاسسمنت. كلمة الاسسمنت ايش معناتها؟ داتا كوليكشن بالضبط. انا بس بدي كلمة داتا كوليكشن، ما تقوليش تقييم. داتا كوليكشن جمع بيانات. طبعا الموجود في المربعات هذه عبارة عن تعريف المصغرة من كل كلمة، طبعا مهمات جدا. اذا قدرت انت تربط بينه وبين التعريف اللي قدام شوي هنحكيهن بكون ممتاز. الاسسمنت عبارة عن داتا كوليكشن، وايش بسوي فيها كمان؟ بعمل اورجنايزنج للداتا، ترتيب المعلومات اللي بتجيني من البيشنت. ثاني مرحلة اللي هي ايش؟ دايجنوز. ديروا بالكم يا شباب، كل مرحلة مثلا اسسمنت، دايجنوز، بلاننج، امبلمنتيشن، ايفالويشن، كل واحد ورا الثاني. يعني مستحيل ابدا اقول اسسمنت، ايفالويشن، امبلمنتيشن، بلاننج، دايجنوز، لا بالضبط سيكونس. عشان هيك قال لك اورجنايز سيكونس في الاول، تذكروا يعني عبارة عن شيء مرتب له منهجية معينة. يعني ببدا في الاسسمنت بنتهي في ايش؟ في الايفالويشن. اسسمنت دايجنوسيس، يعني ايش دايجنوسيس؟ تشخيص، تشخيص تمريض. ايش بصير في التشخيص؟ بصير انالايزنج داتا، البيانات اللي جمعتها بحللها، بحلل البيانات. ايدنتيفاينج نيرسينج كولابوراتيفز، الان اس جي اللي هي النيرسينج، هذه اتصال للنيرسينج. ايدنتيفاي نيرسينج كولابوراتيف، بحلل البيانات وبحدد المشاكل التمريضيه او المشتركه. يعني ايش النيرسينج كولابوراتيف؟ بعض الشغلات اللي فعليا مش ممكن احلها انا لحالي نفسي، لازم مشاركة مين؟ مشاركة الطبيب بالضبط، أو مشاركة مثلا الفني تمت العلاج الطبيعي. فعليا في بعض الشغلات، يعني حين مثلا أنت بتتعامل مع مريض مثلا بدي أعمل عملية الزائدة مثلا، إذا عمل له، إذا ما عملوش عملية الزائدة تقدر تتعامل معه؟ فعليا مش هتقدر تتعامل معه، لازم تنعمل عملية الزائدة في الأول، تمام؟ وبعد هيك أنت تتابع حالة المريض إذا كان بده علاجات، إذا كان بده غيار، تمام؟ يعني في إشي مبني على إشي ثاني، هذه بنسميها إيش؟ collaborative problems، يعني مشاكل مشتركة، تمام؟ إيش كمان؟ planning، تخطيط. إيش في التخطيط بصير؟ prioritize أو prioritize اللي هي problems، يعني بعمل priorities. يعني إيش priorities؟ أولويات للمشاكل، أولويات للمشاكل، تمام؟ يعني لو جاءنا مريض مثلا مش ضغطه منخفض بس مش قادر يتنفس، مين الاولى، الضغط ولا النفس؟ النفس بالضبط. هناخد شغله معينه حاجه بنسميها اي بي سي. اي بي سي اللي هي اختصار لشيء معين. اي بي سي اول حرف الاي اللي هي بنسميها اير واي، مجرى الهواء. يعني اذا كان بيشنت جاينا مش قادر يتنفس وفي عنده شيء مسكر في مجرى الهواء، مين الاهم؟ مجرى الهواء، لازم اسلك مجرى الهواء في الاول، هذا نسميها airway. البي البريثنج، ايش البريثنج؟ تنفس، هذا الشغل الثاني اولويه. ثالث شغل اللي هي السي اللي ايش نسميها؟ السيركيليشن، الدوره الدمويه، يعني الضغط، النزيف، الشغلات اللي زي هيك، تمام؟ يعني اول شغل احنا بنستخدمها في حاله الطوارئ الاي بي سي، airway breathing circulation. هذا بتحفظ زي ايش؟ زي اسمه، تمام؟ airway breathing circulation اي بي سي، هذا تحديد ليش الاولويات. ايش كمان؟ ايدنتيفاي ميجرابل جولز،
يعني بحدد أهداف مقاسة، يعني بحدد هدف معين، هدف قابل للتحقيق. يعني المريض بعد العملية مثلا مفروض يتحرك ويمشي، تمام؟ هل ممكن البيشنت يعني هدف صعب التحقيق ولا سهل التحقيق؟ سهل، سهل بعد العملية طبعا، هي حسب بالضبط، حسب، تمام؟ بالضبط. يعني غالبا بدك تكون، يعني مش معقولة بيشنت جاي لي مثلا مشلول مثلا تحط لي هدف تقول البيشنت حيتحرك بعد أسبوع مثلا، هو مثلا عنده كات مثلا في السباينال كورد في الحبل الشوكي، يعني إشي مش منطقي. يعني بتكون منطق كمان في وضع الأهداف. Selecting nursing intervention بالضبط، تدخلات تمريضية. إيش بدك تسوي له عشان يتحرك أو إيش تسوي له عشان يمشي؟ Selecting nursing intervention تدخلات تمريضية، تمام؟ ديروا بالكم هنا حطينا أولوية، بعدين حطينا هدف، بعدين حددنا التدخلات التمريضية، حددنا، ديروا بالكم ما عملناش، ما طبقناش. يعني كل الشغلات هذه فعليا ما طبقنا، فعليا كل إشي ماله عبارة عن حبر عورك. كل الشغلات هذه اللي حكيتها في البلان حبر عورك، وين تطبق في المرحلة اللي بعدها اللي هي إيش نسميها implementation، مرحلة التطبيق. بالضبط هنا المغزى الأساسي، ديروا بالكم. طبعا الطلاب فعليا يعني بغلطوا بين الشغلات هذه في الامتحان. ممكن زي قلنا مثلا بدل selecting مثلا applying، تطبيق الانترفنشن تيجي في البلانينج ولا تيجي في الامبلمنتيشن؟ تيجي في المرحله اللي بعدها في الامبلمنتيشن، تمام؟ ديروا بالكم الشغلات هذه. الحين في المرحله اللي بعدها كاري اوت. يعني ايش كاري اوت؟ يعني ايش كاري اوت؟ كاري اوت هي فعل وحرف، معناتها غيرت معنى الكلمه خالص، شيبك من شيل برا، لا تزبطش. كاري اوت معناته ينفذ، يطبق، اثنين مع بعض. كاري اوت معناته يطبق، ينفذ. كاري اوت نيرسينج اوردر او كاري اوت نيرسينج انترفنشن، صح؟ يعني تطبيق الاوامر التمريضيه او الانترفنشن، التدخلات التمريضيه. ايش كمان؟ دوكيومنت توثيق، اكتب ايش طبقت. حكينا احنا او المجموعات الثانيه، اي حاجه نوت ريتن نوت دون، يعني اي حاجه مش مكتوبه مش معموله. يعني انت الحين اديت علاج للمريض، ما رحتش وقعت ملف المريض قبل هذا الدواء، كانك ما اديت شو الحاجه على الفاضي. حيجي زميلك بعد هيك ويطلع على الملف وحيقول البيشنت ما اخذش العلاج، تمام؟ ويدير علاج كمان مره. ليش؟ عشان حضرتك انت ما وقعتش، فعشان هيك اي حاجه مش مكتوبه مش معموله. فالقاعده هذه بنسميها not written not done، بدها تضلها معك لعند بعد ما تخلص وبعد ما تشتغل كمان. كل حاجه بدك تعملها ايش مالك تسوي فيها؟ ادونها. ايش تاني؟ ايه؟ في كلمه نيرسينج كير، كير ناقص بس ال ناقص الاي اند كلاينت ريسبونسز. ريسبونسز صح بالضبط. يعني بسجل ايش طبقته للمريض وايش استجابه المريض للشغله. طبعا ديروا بالكم هذه المربعات تنشرح بالتفصيل تحت ال evaluation، تقييم. التقييم بتشوف الهدف اللي انت حطيته هل هو طبق ولا لا، الانترفنشن اللي انت اعطيتها هل جابت نتيجتها ولا لا. هذه بنسميها ايش؟ التقييم evaluation. monitor client outcomes بالضبط، بتشوف ايش النتائج. outcome معناته النتائج اللي صارت مع المريض، هل هي صار لها، اذا طبعا اذا تحسن البيشنت بدك تعمل له ايش؟ بدك تعمل revise او ريفايز او ريسولف. اذا كان المشكله انحلت بكون ممتاز، يعني شغلنا ايش ماله صح. اذا المشكله راحت ريسولف معناته ممتاز. اذا مش ريسولف بدك ايش تسوي؟ تستمر في العلاج اللي انت عامله، بس غالبا لازم يكون في معنى تحسن لحد المريض بس بشكل يعني قليل. او اعمل ريفايز. يعني ايش ريفايز؟ ريفايز يا تغيير يا مراجعه لمين؟ غالبا للأسسمنت وغالبا للأهداف أو الانترفنشن. بدك تشوف وين المشكلة بالضبط، يعني ترجع بأثر رجعي وراء، تجمع بيانات وتعيد مرة ثانية التقييم. الحين طبعا الله يعافيك steps of nursing طبعا حكينا عنها، اللي هي أول واحدة اللي هي الأسسمنت زي ما حكينا في الجدول، data collection
أول خطوة مثلاً ديروا بالك وحكينا الترتيب مهم، يعني ممكن يجينا في الامتحان نقلب الترتيب تبعهم كله، فأنت بتحفظ بالترتيب فبتعلمني على المرتب صح. تمام، في النيرسينج بروسيس مهمة جدا، كل واحد بيتأدي الخطوة اللي بعدها. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى اللي هي first step of nursing process. الإشي الثاني الأسسمنت لسيستماتيكلي كوليكشن اوف داتا، يعني جمع الحقائق والبيانات الفاكتس والها. طبعا من التعريف تبعها عرفناها من الأساس. أنواع الداتا، في عندنا نوعين من الداتا، أنواع المعلومات اللي بجمعها من المريض. في عندنا حاجة بنسميها اوبجكتيف داتا، في عندنا سبجكتيف داتا، داتا موضوعية وداتا معتمدة على المريض. طبعا انا ما بفضلش انك تحفظها بالعربي، احفظها زي ما هي. اوبجكتيف داتا ايش هي؟ داتا يعني حقائق. يعني ايش حقائق؟ يعني فعليا انت جمعتها من المريض. يعني ايش جمعتها من المريض؟ انت ممكن شفتها، ممكن فحصتها، ممكن سمعتها. ساين احسنت، علامه. طبعا اوبجكتيف داتا هي الساين. يعني في عندنا مثلا اوبجكتيف داتا بقول لك الساينز. ايش هي الساينز؟ ساينز اللي هي العلامات اللي انا بشوفها، حراره قستها، يعني جبت ميزان. ايوه الساين يعني حراره مع المريض، جبت الميزان وشفتها مثلا 38، هذه اوبجكتيف داتا صح؟ يعني ميجرابل اوبزرفابل بيانات. هذه طبعا هذه برضه مهمه ديروا بالك. يعني مثلا بيجيني، خليني بس احكي السبجكتيف واقول لك ايش بيجي. يعني اوبزرفابل ملاحظه انت بتلاحظها، ميجرابل مقاسة زي الضغط مثلا، حقائق عن المريض غالبا هي الساينز العلامات تحت المرض تحت الديسوردر. زي ايش مثلا؟ زي ضغط الدم، بلاد بريشر، هذه البي بي بلاد بريشر، ضغط الدم بلاد بريشر. بفحص الجهاز الضغط، انا بقدر المريض يحكي لي ضغطه مثلا، يقول لي ضغط كذا، وممكن يحكي لك على عسر معين، بس فعليا لازم استخدم جهاز. تمبريتشر، حرارة بالضبط. ايش كمان؟ سكين كلر، لون جلد. كيف بدي اعرف لون جلد؟ ما انت بتشوفه. تمام، الحين عندنا السبجكتيف داتا سيمبتومز. سيمبتومز هذه فيش دليل اللي بحكي لك اياها البيشنت، يعني انفورميشن اول ذا بيشنت فيل. الالم، هل الالم، هل الالم تقدر تقيسه؟ هاي في جهاز مثلا تحط مثلا في البيشنت عشان يقيس لك قديش بتالم. مثلا في عندك جهاز مثلا بيقيس قديش البيشنت حزين ولا سعيد ولا مبسوط. فيش لازم زي صداع سنت الهيديك كمان، يعني الشغلات اللي بيحكي لك اياها البيشنت بتسمعها من البيشنت، مشاعره الام وشغلات زي هيك، هذا ايش بسميها؟ سبجكتيف داتا، او ايش بسميها اسم ثاني؟ سيمبتومز. تمام، يعني بيجينا في الامتحان بيقول لك كل الشغلات هذه عباره عن سيمبتومز ما عدا، يعني بين يعني ايش بين؟ الم. نوزيا، يعني ايش نوزيا؟ نوزيا غثيان اللي بتيجي قبل النتج. تمام، غثيان. ايش الثانيه؟ فتيك، تعب. تمام، كل الشغلات هذه ايش مالها؟ صعب القياس لها، فعشان هيك مين بيحكي لي اياها؟ البيشنت بالضبط. سورس اوف داتا، مين مصدر المعلومات؟ بالضبط، في عندي حاجه بنسميها برايمري سورس المصدر الاساسي، وفي عندي سكندري سورس. لما نجينا في الامتحان يقول لك السكندري سورس از ذا بيشنت، خطا. البرايمري سورس للمعلومات مين؟ المريض. بالضبط، مكتوب عندي البرايمري سورس للبيانات اللي هو مين؟ الكلاينت، المريض. السكندري سورس اي حد تاني غير البيشنت، يعني ممكن العائله، ممكن الملف، ممكن الاصدقاء، ممكن الاولاد. تمام، اي حد غير البيشنت ايش بنسميه؟ سكندري سورس. ممكن زميلك في المستشفى، يعني الطبيب او الممرض اللي بيشتغل مع المريض، برضه كمان نعتبره سكندري سورس. انواع الاسسمنت، في عندنا نوعين من الاسسمنت. خلينا نكمل الاسسمنت عشان نخلي البلانينج او الدايجنوستس للحلقه القادمه. التايب اوف اسسمنت، في عندنا طبعا هن ثلاث انواع، بس هنا الكتاب اللي معنا نوعين كفي عقدنا. بالضبط، ديروا بالكم طبعا الترقيم خطا، يعني فعليا 1 2 3 4. عمل الداتا بيس اسسمنت اي والفوكس اسسمنت بي، يعني هنا مرقم غلط عندكم. اعمل لي الداتا بيس اسسمنت اي بالضبط، وحط اللي هي تحت منها 1 2 3 4، ورقم 5 رقم 5 اعمل لي اياها بي.
عشان اقول لك التايب اوف اسسمنت وتقول لي بيس اسسمنت او داتا بيس اسسمنت او تقول لي فوكس اسسمنت، وتحت منها طبعا حط من تحت البي حط 1 2. عندنا في التايب اوف اسسمنت في عندنا الداتا بيس اسسمنت، اعمل لي اي بدل 1. في رقم 5 الفوكس اسسمنت حط لي اياها ايش؟ بي. والارقام اقلب لي اياها بدل 6 و7 اعملها 1 2. بالضبط، عشان تحدد خطا طبعا في الترقيم. الداتا بيس اسسمنت ايش هي؟ يعني المعلومات الاساس، المعلومات الاساس اللي بجمعها المريض. مجرد ما يجي المريض عندي فعليا انا بجمع البيانات هذه. المعلومات غالبا بتكون كميه كبيره من المعلومات، تمام. الداتا بيس اسسمنت عباره عن قاعده البيانات لو اعتبرناها، اللي بجمعها انا عن المريض. Initial information، المعلومات الأساسية، زي إيش مثلاً؟ The client physical, emotional, social, spiritual، كل البيانات. فعشان هيك غالباً الـ database assessment غالباً تكون معلومات شاملة أكثر بكثير من معلومات إيش؟ الـ focus assessment، تمام؟ هذه واحدة من المقارنة بين الاثنين، حاول تحطهم في مقارنة، يربك حلو جداً تحطهم في مقارنة بين الـ database assessment والـ focus assessment. Obtained during admission، يعني ناخذها خلال ايش؟ خلال خلال المقابله، خلال ادمشن. ايش معنى ادمشن؟ خلال دخول المستشفى، خلال دخول المستشفى. او الفيزيكال اكزامينيشن، يعني خلال فحص، وخلال الانترفيو اللي حكينا عنها قبل شوي. serve as reference، طبعا هذه مهمة جدا الجملة هذه، for comparing all future data. يعني المريض دخل عندك عنده مثلا درجة حرارة مرتفعة، الضغط تبعه مرتفع، النبض تبعه مرتفع، في معه مشاكل كبيرة. فعليا لو ما سجلتش البيانات هذه هتلاقي في المستقبل المريض عندك حاجات تقارن فيها عشان تكون البيشنت كان حالته سيئة وبعدين تحسن. إذا ما كنت جامع البيانات هذه مش هتلاقي إيش تقارن معاه تغير. فغالبا إحنا بنجمع البيانات هذه عشان نقارن بين حالة المريض وقت الدخول ووقت الخروج. يعني فعليا وقت لما يتحسن المريض هتحدد إذا كان تحسن أو ما تحسن. يعني إذا أنت فعليا مش مسجل أي شغلة معينة، على أي أساس بدك تروح البيشن، تمام؟ فعشان هيك بعمل إيش فيها حاجة نسميها comparison، compare، مقارنة. طيب الفوكس اسسمنت، الفوكس من اسمها فوكس معناته محدد على شغل معين. بالضبط، ركزت على الم البيشنت، ركزت على المشكله اللي بيشكي منها المريض. على عكس مين؟ الداتابيس اسسمنت، الداتابيس اسسمنت بتاخذ كل شيء، تهتمش بالمشكله، كل شيء عن المريض من ضمن المشاكل. الفوكس اسسمنت انفورميشن ديتيلز، لاحظ مهم جدا هذه، اباوت سبيسيفيك بروبلمز. بالضبط، مشكلة محددة. البيشن مثلا جاي يشكي لي من صداع في الراس، باجي بسأل المريض كل اسئلتي حوالين ايش؟ حوالين الصداع، تمام. طبعا غالبا هذه بتاخدش وقت معنا كثير. المشكله المرحله الاولى دير برض مقارنه مهمه جدا، مين اللي بياخذ وقت اكثر؟ الداتا بيس اسسمنت ولا الفوكس اسسمنت؟ الداتا بيس اسسمنت بتاخذ منا وقت كثير، تمام، لكن الفوكس اسسمنت بتاخذ منا كثير. فعشان هيك بنلاقي غالبا الفوكس اسسمنت بتستخدموها وين؟ في اقسام الطوارئ. احسن، في اقسام الطوارئ. بالضبط، عشان هيك في عندك مرضى كتير في الطوارئ، فعليا بدك تخلص، باجي بركز بس على المشكله تحت المريض، تمام. لو بده يدخل المريض ساعتها بروح بدخل على ايش؟ على الداتا بيس اسسمنت مره ثانيه، عشان في الادمشن زي ما حكينا، تمام. ديتيلز اكسباند اوريجينال داتا، يعني بركز على الشغل الاساسيه. ريبيتد فريكوينتلي اور اون سكيدجول بيسز، يعني انت او الطبيب فعليا برجع بسال المريض عن الشغله اللي كان بيشكي منها. اذا كان بيشكي من الم في الراس اداله علاج معين، بعد فتره بيجي بسال المريض كيف حالك، تمام، او نعمل له عمليه بشيء معين، بعد هيك بيجي بسال ايش تاثير العمليه على البيشنت، او بركز حوالين العمليه، تمام. زي ايش مثلا كتب لي؟ هاي بري اوبرتيف سيرجيكال اسسمنت، يعني بري بوست اوبرتيف. بوست اوبرتيف يعني ايش؟ بوس، حطوها بوس. ايش معنى بوس؟ بعد بوس. اوعى تتلخبطوا، هتتلخبطوا مره واثنين ثلاثه عشره مش مشكله. بري قبل، بري اراوند، تمام. البوس بعد العمليه، يعني بعد العمليه انا باجي باخذ بيانات عن بس حوالين العمليه، تمام، بعد الجراحه. بالضبط، تمام.